استاذ طارق، يعني جورج سيدهم على المستوى الشخصي او المستوى الانساني، يمكن ده جانب ناس كتير ما تعرفوش او ما شافتهوش قوي. هل هو زي ما كنا بنشوفه كده في الافلام، البني ادم الانسان الكوميدي او اللي طول الوقت بيهزر او بيعمل جو من الفكاهة، ولا كان هو شخصية تانية في الحقيقة؟ هل حياته كان فيها قدر من السعادة ولا كانت حياته حزينة؟ لا اتصور انه لا، جورج حتى في عز المرض قدر يتجاوز المرض. هو جورج ما كان بيعيش الحياه ويعيش العطاء. من اكثر الشخصيات اللي الحقيقه بتدي للاخرين، له مواقف انسانيه كثيره انا اعرفها مع البسطاء والعمال. اول واحد بيدافع عن حقوقهم. عنده ملكات انسانيه. انا فاكر حضرت فرحه، كان اتعمل في الكنيسه في الاول على الدكتور هند، بعد كده في احد الفنادق الكبرى مش فاكر اسم الفندق، انما كان تقريبا كل نجوم مصر موجودين وسعداء بزواج جورج، لان جورج كان مش عايز يتجوز، يعتبر من اشهر العزاب. كان مش عايز يتجوز. لكن لما شاف دكتور ليندا كان راح الصيدليه يشتري حاجه فلقاها، فاصبحت هي دوائه. يعني اول ما شافها حصل حب من اول نظره، وتم الزواج بسرعه كمان.